السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات مدارس الصرح الخاصة، أهلا بكم ومع آخر وحدة للصف الثالث الإعدادي، وهي وحدة التكاثر واستمرار الحي. عايزين نعرف مع بعض. الدرس الأول في هذه الوحدة يتكلم عن الانقسام الخلوي. يعني ايه انقسام خلوي؟ عشان نقدر نعرف يعني ايه انقسام خلوي لازم في البدايه نتعرف على تركيب الخليه. مما تتكون الخليه؟ انا هتكلم عن الخليه اللي هي وحده بناء جسم الحيواني. انا كده هتكلم عن الخليه الحيوانيه. الخليه الحيوانيه تتكون من غشاء بلازمي في المنتصف، توجد النواة، غشاء نووي يوجد بداخلها نواية، شبكة كروماتينية أو ما يسمى بالكروماتيد أو الكروماتين، جسم مركزي في طبعا سيتو بلاز. يبقى ده تركيب الخلية الحيوانية. طيب يا ميس، يبقى عايزين نكتب مع بعض كده البيانات. يبقى ده غشاء بلازمي سيتوبلازم جسم مركزي. كل التركيب الاحمر ده نواة. مما تتكون النواة؟ غشاء نووي، نواية، سائل نووي، والجزء الفاضي اللي هنا الجزء الخيوط المتشابكة دي شبكة كروماتيدية أو شبكة كروماتينية. طبعا في مكونات كتيرة قوي في الخلية الحيوانية وهنبتدي نتعرف عليها دلوقتي، بس أنا يهمني النواة والسيتوبلازم والجسم المركزي. الجسم المركزي ليه اسم آخر اسمه سنتروسوم. طيب أجسام الكائنات الحية. الكائنات الحية فيها أنواع كتير من الخلايا. من أهم أنواع الخلايا خلايا جسدية. موجودة فين يا ميس الخلايا الجسدية دي؟ في كل جسمي، شعري، في الدم، في الكبد، في الكلى، في الجلد، في العضلات، في أي مكون من مكونات جسمي تسمى خلايا جسدية. تاني نوع من الخلايا خلايا تناسلية أو بنسميها خلايا المناسل. دي هتبقى اللي هي عبارة عن إيه هي المناسل؟ الخصية والمبيض والمطب. جوه النواة في مادة وراثية. يبقى أنا لما أجي أشتغل عن النواة هقول إن النواة تحتوي بداخلها المادة الوراثية. طيب يا مس، الخلية فيها إيه؟ نواة. لكل خلية نواة. هي التي تسيطر على عمليات التي تتم داخل الخلية. هي زي ما بنسميها البيج بوس، هي الرئيس، هي اللي بتدي أوردرات عشان كل العمليات الحيوية داخل الخلية تتم. النواة تحتوي بداخلها على المادة الوراثية. المادة الوراثية تسمى الكروموسومات. يبقى لما أجي أقول مين هي الكروموسومات وشكل الكروموسومات عامل إزاي؟ الكروموسوم عبارة عن أجسام خيطية. طيب يا مس، الجسم الخيطي الكروموسوم عبارة عن إيه؟ الكروموسوم هو المادة الوراثية اللي موجودة جوه النواة. الكروموسوم يتكون من كروماتيدان. أدي كروماتين وأدي كروماتين. يبقى لما يقول لي مما يتكون الكروموسوم هقول له يتكون الكروموسوم من كروماتيدان. الكروماتيدان دول هيتصلوا من المنتصف في نقطة تسمى سنترومير. يبقى ده عبارة عن كروماتيد وده عبارة عن كروماتيد. يبقى دول كروماتيدان ونقطة الاتصال بتاعتهم تسمى سنترومير. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لك وضح بالرسم تركيب الكروموسوم، يبقى الكروموسوم يتكون من كروماتيدان يتصل من المنتصف في نقطة سنترومير. طيب الكروماتيدان دول يا ميس والسنترومير دول عبارة عن ايه؟ التركيب العام للكروموسوم. طب الكروموسوم نفسه عبارة عن ايه؟ أجسام خيطية موجودة فين يا ميس؟ جوه النواة، نواة الخلية، وهي اللي بتمثل المادة الوراثية. طب الكروموسوم ده ليه تركيب؟ اه يا ميس، ليه تركيب عام زي ما احنا ما شرحناه.
كروماتيدان يتصل منها المنتصف في نقطة سنترومير. طب لو حبيت أخش جوه الكروماتيد هلاقي إيه جوه الكروماتيد؟ هلاقي شريط لولبي حلزوني مزدوج يسمى شريط الدي إن إيه. يبقى الكروماتيد من الداخل يتكون من دي إن إيه. طب حوالين الدي إن إيه يا ميس في الكروماتيد في إيه؟ في أجزاء هنا كده بروتينية، نوع معين من البروتين يسمى بروتينات هستونية. يبقى تاني الكروموسوم التركيب العام يتكون من كروماتيدان يتصل منها المنتصف في نقطة تسمى سنترومير. طيب الكروماتيد الواحد هيتكون من إيه؟ دي إن إيه وبروتين، دي إن إيه وبروتين. يبقى يا ميس لما يجي يقول لي تركيب الكروموسوم هستناه، هو عايز أي تركيب؟ العام، لو العام يبقى عبارة عن كروماتيدان يتصل منها المنتصف في نقطة سنترومير. طب ايه نقطة السنترومير؟ دي موضع اتصال كروماتيداي الكروموسوم. التركيب الكيميائي بقى يتكون من حمض نووي يسمى دي ان ايه ونوع من البروتينات يسمى بروتينات هستونية. طب يا ميس الحمض النووي دي ان ايه عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة من التتابعات من النيوكلوتيدات زي ما هناخدها الترم التاني، وهو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية من جيل لجيل اخر، وهو اللي بتتحدد عليه كل الصفات الوراثية للكائن الحي. طب يا ميس اتفقنا ان السنترومير موضع اتصال كروماتيداي الكروموسوم. طب الدي ان ايه الحمض النووي اللي بيحمل المعلومات الوراثيه. طب اقدر اقول ان الخليه تحتوي على نواه. طب النواه تحتوي على كروموسوم. طب الكروموسوم هيتركب كيميائيا من دي ان ايه وبروتين، دي ان ايه وبروتين. عايزين نشوف مع بعض مقارنة ما بين الخلايا التناسلية أو الخلايا الجنسية. الخلايا التناسلية يا ميس إيه الأمثلة بتاعتها؟ الأمثلة بتاعتها الخصية والمبيض في الإنسان، سواء ذكر الإنسان أو أنثى الإنسان. طيب والمضغ والمبيض في النبات. طب الخلايا الجنسية أو الأمشاج الحيوان المنوي والبويضة في الإنسان، وهضوم اللقاح والبويضات في النبات. طب عدد الكروموسومات في الخلايا التناسلية كاملة المادة الوراثية بنقول عليها 2 نوم. طيب هنا في الخلايا الجنسية تحتوي على نصف عدد الكروموسومات نون. ليه بقى؟ عشان لما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة لحظة الإخصاب تكتمل المادة الوراثية. نوع الانقسام اللي هيتم للخلايا التناسلية، سمع واحد هناك بيقول لي يعني ايه انقسام؟ ده اللي احنا هندرسه ان شاء الله مع بعض، بس نعرفه الاول. نوع الانقسام في الخلايا التناسلية ميوزي، بينما في الخلايا الجنسية لا تنقسم. الأهمية هنا الخلايا التناسلية اللي هي المناسل بتنتج ايه؟ بتنتج الأمشاج. طيب الخلايا الجنسية اللي هي الأمشاج أهميتها ايه؟ إتمام التكاثر الجنسي. وكلمة جنسي تعني ذكر وأنثى. عايزين نعرف أهمية الكروموسوم. هل الكروموسوم أهمية؟ طبعا، ده هو بيمثل المادة الوراثية للكائن الحي، وأقدر من خلال معرفة عدد الكروموسومات أعرف نوع الكائن. إزاي يا ميس؟ مثلا الإنسان عدد الكروموسومات في جسم الإنسان في الخلايا الجسدية 46 كروموسوم. يبقى لو جات لي أي خلية وقدرت آخد الدي إن إيه وعد عدد الكروموسومات اللي فيه لقيتهم 46 يبقى دي خلايا الإنسان. طب لو لقيتهم 78 يبقى دي خلايا الكلب. طب لو لقيتهم 14 يبقى دي خلايا لنبات البسلة. أي أن عدد الكروموسومات ثابت في النوع الواحد ولكنه يختلف من نوع لآخر، وعدد الكروموسومات ليس له علاقة برقي الكائن الحي، بدليل ان الانسان ارقى الكائنات الحية، عدد كروموسوماته 46، بينما الكلب ليس من الكائنات الرقية ولكنه من الثدييات، طب عدد كروموسوماته 78، يبقى زيادة عدد الكروموسومات لا يعتبر مؤشر على رقي الكائن. يبقى لما اجي اقول عدد الكروموسومات ثابت في النوع الواحد لكنه يختلف من نوع لآخر، ومن خلاله اقدر احدد طبعا نوع الكائن. طيب الكروموسومات كمان تلعب دور رئيسي في عملية الانقسام الخلوي. أمال النواة هي المسؤولة عن الانقسام الخلوي. خد بالك لما يجي يقول لك النواة هتقولي المسؤولة عن الانقسام الخلوي، لكن مين بتلعب دور رئيسي؟ الكروموسومات. الانقسام الخلوي عندنا نوعين، إما انقسام ميتوزي أو انقسام ميوزي. أين يحدث الانقسام الميتوزي وأين يحدث الانقسام الميوزي؟ قبل ما نتطرق أين يحدث ميكانيكية الحدوث لازم نعرف إن في خلايا جسدية لا تنقسم مطلقا. مين هي يا ميس؟ كرات الدم الحمراء البالغة. اشمعنى؟ علل. لأنها لا تحتوي على نواة. طيب الخلايا العصبية
ليه لا تنقسم؟ لان الخلايا العصبيه لا تحتوي على جسم مركزي. وعندنا كمان نوع تاني من الخلايا ينقسم تحت ظروف خاصه وهي خلايا الكبد. اولا الانقسام الميتوزي، اين يحدث؟ في جميع الخلايا الجسديه سواء نبات او حيوان. يعني هيحصل لو في الانسان في البنكرياس في الجلد في الكبد في الكلى. طيب لو هيحصل في النبات هيحصل في الجذر والصخر والاورام. عدد الخلايا الناتجه في الانقسام الميتوزي، الخليه تنقسم وتعطي خليتين، يبقى اهميه الانقسام الميتوزي مضاعفه عدد الخلايا، زياده عدد الخلايا، وده ليه اهميه كبيره هنعرفها دلوقتي. طبعا الخلايا الناتجه من الانقسام الميتوزي تطابق الخلايا الاصليه، يعني لما بتدي الخليه عدد كروموسوماتها 2 نون هتدي الخليتين بكل منهم 2 نون. الانقسام الميتوزي لما اجي اعرفه ايه هو الانقسام الميتوزي؟ هو انقسام الخليه الجسديه الى خليتين بكل منها نفس عدد كروموسومات الخليه الام. ايه المقصود هنا يا اولاد بالخليه الام؟ الخليه التي بدا منها الانقسام. خليه 2 نون هتنقسم ميتوزي، خليه جسديه طبعا هتديني خليتين بكل منهم نون 2 نون من الكروموسوم. طيب اكيد الانقسام الميتوزي ده مهم، مهم جدا. طب الانقسام الميتوزي اول اهميه ليه نمو الكائن الحي. الطفل الصغير لما يكون حجمه صغير ويبتدي حجمه يكبر يبقى كبر عن طريق الانقسام الايه؟ الميتوزي. ولازم يبقى واضح في ذهنك جدا ان الانقسام الميتوزي يحدث باعلى معدل في الاطفال. ليه؟ لان جميع العمليات الحيويه التي يقوم بها اجهزه الجسم معدلها قليل، لكن النمو هو محتاج ينمو بسرعه اكبر. لكن الشخص البالغ لا طبعا هيحصل فيه انقسامات ميتوزيه لكن مش بنفس سرعه الطفل. تاني اهميه للانقسام الميتوزي تعويض التلف من الانسجه المقطوعه. بمعنى ايه؟ ان انا حصل قطع هنا، جرح في جسمي، بتطلع خلايا على جانبي القطع في النسيج وتعوض الاجزاء المفقوده. علشان كده بنقول ايه؟ الانقسام الميتوزي يعوض الاجزاء المفقوده. عشان كده الخلايا اللي بتطلع مكان القطع او الجرح لونها بيبقى مختلف عن الخلايا اللي على الجنبين. ليه؟ الخلايا اللي على الجنبين عمرها من عمر سيادتك، من عمر تكوينك، بينما الخلايا اللي في النص اللي سدت الجرح دي لسه خلايا ناتجه من الانقسام الميتوزي. يبقى كده اقدر اقول ان الاهميه الاولى والثانيه اهميتها تتحط تحت عنوان زياده عدد الخلايا او مضاعفه عدد الخلايا. طب ثالث اهميه عمليه التكاثر. انهي تكاثر يا ميس؟ اللاجنسي في الكائنات وحيده الخليه. لما يبقى عندي كائن جسم عباره عن خليه واحده ويتقسم ميتوزي ويديني خليتين، مش كده حصل عدد؟ زياده في العدد؟ اه طبعا حصل زياده في العدد، يبقى حصل تكاثر. انا سامع واحد هناك بيقول لي مش فاهم. انت دلوقتي بابا لما اتجوز ماما عددهم كانوا كام؟ 2، خلفوا سيادتك بقوا 3، خلفوا اخوك بقوا 4، خلفوا اختك بقوا 5. يبقى المفهوم البسيط للتكاثر زياده عدد. طب ما الخليه اللي حصل لها انقسام ميتوزي كانت خليه، بقت كام خليه؟ 2. يبقى اهميه الانقسام الميتوزي اتمام عمليه التكاثر اللاجنسي في الكائنات وحيده الخلايا. مراحل بقى الانقسام الميتوزي، عشان الخليه تخش في مراحل الانقسام الميتوزي لازم اجهزها، بالظبط كده زي ما اجي اقول ايه؟ عروسه رايحه فرحها تطلع من الشغل على طول على القاعه ولا لازم الاول نجهزها؟ لازم نجهزها. طب ما الخليه هنا داخله مراحل الانقسام، لازم نجهزها، هنجهزها بمرورها بالطور البيني. الطور البيني بقى اهميته ايه؟ اولا ده تركيب الخليه زي ما احنا اشتغلناه من شويه. طيب غشاء بلازمي، غشاء نووي، شبكه كروماتينيه نويه، في طبعا سائل نووي والجسم المركزي. يحصل ايه لكل المكونات بتاعه الخليه؟ هتمر بالطور البيني يتم فيها مضاعفه مكونات الخليه. يعني بدل ما كان عندي جسم مركزي في حويبتين لا هيبقى عندي 2 جسم مركزي. طب يا ميس الطور البيني ده بيسبق مراحل الانقسام. الطور البيني ده اهميته القيام ببعض العمليات الحيويه اللازمه لحدوث الانقسام. تاني اهميه مضاعفه الماده الوراثيه، يعني الماده الوراثيه هنا هتتضاعف، بدل ما هيبقى عندي كروموسوم هيبقى عندي كروموسومين. ده بالفرد يعني. طيب الكروموسوم قبل التضاعف يا ميس بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كروماتيد واحد. طب قبل التضاعف، بعد التضاعف يبقى كروماتيدان في الشكل اللي قدامنا ده، يبقى هتتضاعف في الطور البيني الماده الوراثيه قبل الدخول في مراحل الانقسام. ليه هتتضاعف؟ لتحصل كل خليه على نسخه كامله من الماده الوراثيه. يبقى الطور البيني بقى 4 اطوار،
طور تمهيدي، طور استوائي، طور انفصالي، طور نهائي. ودلوقتي ده شكل للكروموسوم قبل الانقسام الخلوي، بيبقى عباره عن كروماتيد واحد. طب بعد بقى مضاعفه الماده الوراثيه في الطور التمهيدي يتحول الى كروموسومين، كروموسوم مكتمل المعالم. عايزك بقى تجهز معايا قلم وورقه عشان تبتدي ترسم معايا خطوه خطوه مراحل انقسام الميتوزي. اتفقنا؟ الخليه الاول دخلت في الطور البيني، ضافت الماده الوراثيه، وقامت الخليه بالعمليات الحيويه اللازمه لحدوث الانقسام. هتبتدي الخليه تخش في اول مرحله وهي مرحله الطور التمهيدي. هيحصل ايه في الطور التمهيدي؟ تعال نشوف مع بعض. اول مرحله الخليه الغشاء النووي اتضافت الماده الوراثيه عبارة عن خيوط متشابكة، الجسم المركزي تضاعف أصبح حبيبتين، كل جسم مركزي هيبتدي يطلع ما يسمى بخيوط المغزل، خيوط سيتوبلازمية. إيه أهميتها هنعرف دلوقتي؟ يبقى ده يمس الجديد عن الرسمة اللي فاتت، ده جسم مركزي ودي خيوط المغزل. يبقى كده الخلية مرت بالطور الايه؟ البيني. هتبتدي الخلية تخش في الطور التمهيدي. الجسم المركزي حبيبتين والغشاء النووي ما زال موجود والسيتوبلازم بتاع خيوط المغزل. هتبتدي بقى الكروموسومات تظهر واضحة المعالم، كروماتيدان. هنكتفي برسم أربع كروموسومات، يبقى البيان اللي على الرسمة دي هقول كروموسوم. ثم تبتدي الجسم المركزي تمتد بين أقطابه خيوط المغزل. خيوط المغزل هتمسك الكروموسوم من عند نقطة السنترومير كده بالمنظر ده. طيب والغشاء النووي يختفي. طب والنواية يابسة اللي كانت موجودة تختفي وتتحلل. يبقى الطور التمهيدي حصل فيه مجموعة من التغيرات. ايه هي؟ امتدت خيوط المغزل بين أقطاب الخلية، ارتبطت خيوط المغزل بالكروموسوم عند نقطة السنترومير، تحلل الغشاء النووي وتحلل النواية، وبكده يكون تم الطور التمهيدي. تاني مرحلة هنبدأها كده اللي هي مرحلة الطور الاستوائي، ودي أقصر المراحل زمنا. مرحلة الطور الاستوائي الخلية موجودة والكروموسومات مرتبطة من خلال خيوط المغزل، ادي خيوط المغزل، بس الكروموسومات بقى هنا في الطور الاستوائي تترتب عند خط استواء الخلية. مين اللي بيخليها تقف صف ورا بعض عند خط الاستواء؟ خيوط المغزل. يبقى دي أهمية خيوط المغزل. يبقى الجسم المركزي أهميته إيه؟ يرتبط في الكروموسومات عند نقطة السنترومير، خلاص؟ فده يسبب إن خيوط المغزل تمسك الكروموسوم في المرحلة دي، الطور الاستوائي في منتصف الخلية، لذلك سمي هذا الطور بالطور الاستوائي. يبقى ده الطور الاستوائي، ده اقصر الاطوار زمنا، زمن قليل جدا. تبتدي الخليه تخش في مرحله ثانيه وهي مرحله الطور الانفصالي. هيحصل ايه في الطور الانفصالي؟ بالظبط هيحصل زي ما انا هرسم كده، ادي الكروموسوم وادي السنترومير، خيوط المغزل بترتبط بالكروموسوم من عند نقطة السنترومير، ينشق السنترومير طوليا وينفصل الكروموسوم إلى كروماتيد وكروماتيد، يعني خيوط المغزل تتقلص فينشق السنترومير طوليا إلى كروماتيدين، كروماتيد يطلع فوق وكروماتيد ينزل تحت، يبقى كل كروموسوم بقى إيه؟ كروماتيدين. تمام كده؟ يبقى دي مرحلة الطور الانفصالي. آخر مرحلة، مرحلة الطور النهائي. حصل إيه في المرحلة دي؟
بيحصل تخثر في الخلية. يعني ايه تخثر؟ استعدادها عشان الخلية تتقطع وتبقى خليتين. المنطقة دي كده بنسميها منطقة الخصر، تخثر. المنطقة دي السيتوبلازم اللي فيها يبقى كمياته محدودة، وهيبتدي يتكون غشاء نووي حوالين كل مجموعة من الكروماتيدات، وتبتدي تظهر النوعية. وادي الكروماتيدات الأربعة. جسم مركزي، حبيبة تروح الناحية دي وحبيبة تروح الناحية دي، ويبتدي في المرحلة الأخيرة يحصل إيه؟ تنقسم الخلية لخليتين. طيب يا ميس، وخيوط المرسال تختفي، يبقى المرحلة الأخيرة عندي هيتكون خليتين. كل خلية بتحيط نفسها بغشاء نووي عندها نوعية، تتحول الكروموسومات لشبكة كروماتيدية مرة أخرى، ترجع الخلية لحالتها الأصلية. الجسم المركزي موجود في صورة حبيبتين، تمام، وخيوط المغزل اختفت. كنت بادئة بخلية عدد كروموسوماتها 2 نون، انتهيت بخليتين بكل منهم 2 نون من الكروموسومات. بدأت بخلية انتهيت باتنين، يبقى تم مضاعفة عدد الخلايا. يبقى لما نيجي نقول، يعني نقدر هنا نلخص كل اللي أنا رسمته في الرسمة دي. أول حاجة، بدأت الخلية في صورة شبكة كروماتينية المادة الوراثية، ثم خيوط المغزل بدأت ترتبط بالكروموسوم في الطور التمهيدي، في الطور الاستوائي ترتبت الكروموسومات عند خط الاستواء، في الطور الانفصالي انفصل الكروموسوم لاثنين كروماتيد، في الطور النهائي كونت حوالين كل مجموعة من الكروماتيدات غشاء نووي، في النهاية انفصلت الخلية إلى خليتين. وبكده نكون لخصنا مع بعض مراحل الانقسام الميتوزي. يبقى بدأت بخلية انتهيت بخليتين، دي 2 نون، دي بكل منهم 2 نون من الكروموسومات. لما يجي يقول لي بقى ماذا يحدث اذا حدث انقسام ميتوزي متتالي لخليه جسديه في كائن حي عدد كروموسوماتها 20 كروموسوم من حيث عدد الخلايا الناتجه وعدد كروموسومات كل منهم، دي مساله وليها قانون. طب تعالى نشوف القانون بتاعها. القانون اللي اقدر اجيب بيه عدد الخلايا الناتجه من الانقسام الميتوزي، عدد الخلايا هتساوي 2 اس نون، حيث نون عدد مرات الانقسام. انا عندي هنا الخليه انقسمت 3 مرات، يبقى 2 قص 3، يعني 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، يبقى هينتج 8 خلايا. طب عدد الكروموسومات الموجوده في كل منها تساوي نفس عدد كروموسومات الخليه الام، يبقى عدد الخلايا هتبقى، عدد الخلايا اللي موجوده عندنا هتبقى 8 خلايا وبكل منها 20 كروموسوم، بكل منها 20 كروموسوم. دي طريقة تانية للحل، ان انا امسك الخلية في اول انقسامة تديني 2، تاني انقسام كل واحدة تديني 2، تالت انقسام كل واحدة تديني 2، لما عدهم 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى ده معناه ان الخلية انقسمت 3 مرات وهينتج 8 خلايا. عايزين بقى نعرف اهمية زراعة الكبد وايه الاساس العلمي ليه. الكبد لا ينقسم تحت الظروف الخاصة، بس إذا تعرض الكبد للقطرة حتى سلسله ينشط ويحدث له انقسامات ميتوزية تعوض الجزء المفقود، ودي الفكرة القائم عليها فكرة زراعة الكبد. الإنسان عنده كبد واحد، طيب أنا حد من أقاربي مريض كبد وعنده فشل كبدي وما ينفعش يعيش من غير كبد، هيموت، ممكن أتبرع له جزء من الكبد بتاعي، بس إيه؟ يقطع حتى سلسله فقط. لما أديله جزء بتاع الكبد بتاعي جوه جسمه ينقسم ميتوزية وينمو ويكون كبد. طب الحتة اللي اتقطعت من عندي تعوض الأجزاء المفقودة وتكون كبد جديد، ودي تقنية حديثة وهي ما يسمى بزراعة الأنسجة. ده طبعا شكل الكبد، لو في تليف كبدي هضطر إن أنا
استأصل جزء من الكبد هزرعه في الشخص المريض، والمتبرع كلاهما يتم تعويض الأجزاء المفقودة عن طريق الانقسام الميتوزي. طب عايزين نعرف بقى بس الانقسام الميوزي تاني نوع من انواع الانقسام الخلوي ليه بيسمى انقسام اختزالي؟ كلمة اختزالي معناها ان بيتم فيها اختصار عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية. طب هختصر عدد الكروموسومات ليه؟ للنصف. طب برضو ليه؟ عشان لما يندمج المشيج الذكري مع المشيج الانثوي تكتمل المادة الوراثية. يبقى انا عندي هنا في الانقسام الميوزي هيتم اكتمال للمادة الوراثية. طب يا ميس مكان حدوثه يحدث في الخلايا التناسلية اللي هي داخل المناسل الخصية والمبيض والمطر. طب الخلايا الناتجة هينتج أربع خلايا بكل منها نصف عدد مكونات الخلايا الأصلية. الخلايا الأصلية اللي موجودة داخل المناسل في جدار المناسل كام نون؟ اتنين نون. خلية الأمشاج اللي هتنتج نون تحتوي على نصف المادة الوراثية. أهميته تكوين الأمشاج اللازمة لحدوث التكاثر الجنسي. إيه تاني أهمية؟ التنوع في الصفات الوراثية، ودي هتبان قوي من الدرس القادم باذن الله. طيب الانقسام الميتوزي لما اجي اعرفه هقول هو انقسام الخلايا التناسليه الى اربع خلايا جنسيه بكل منهم نصف عدد كروموسومات الخليه الام. طب علل ليه يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي؟ لان يتم فيه اختزال عدد الكروموسومات للنصف. طب ليه الانقسام الميتوزي هام لجسم الاطفال على عكس الانقسام الميوزي؟ لان الانقسام الميتوزي مهم للاطفال لانه يساعدهم على النمو، بينما الطفل لا يحتاج لتكوين امشاج، لا يحتاج لتكوين حيوانات منويه، لا يحتاج لتكوين بويضات. يبقى مين الاهم بالنسبه للطفل؟ طبعا الانقسام الميتوزي. طب مين الاهم بالنسبه للبالغ؟ طبعا الانقسام الميوزي لانه مر خلاص بمراحل النمو، يبقى محتاج يكون امشاج عشان يتمم عمليه التكاثر الجنسي. لما يتحد طبعا المشيج المذكر مع المشيج المؤنث اللي هي الخلايا الامشاج هيحدث لحظتها ما يسمى بالاخصاب وتكتمل الماده الوراثيه. مراحل الانقسام الميوزي في ميوزي اول وميوزي ثاني، ولكن قبل حدوث الميوزي الاول يحدث مرحله الطور البيني. مرحله الطور البيني هيتم فيها ايه؟ مضاعفه الماده الوراثيه والقيام بالعمليات الحيويه اللازمه لحدوث الانقسام. ليه بضاعف الماده الوراثيه في الطور البيني؟ علشان تتهيئ الخليه للدخول في مراحل الانقسام. مراحل الانقسام الميوزي الاول اربع مراحل: استوائي، طبعا هنبتدي بالتمهيدي ثم الاستوائي ثم الطور الانفصالي ثم الطور النهائي. ولما بتكلم عن ميوزي اول يبقى لما اجي اقول لازم اقول طور تمهيدي اول، طور استوائي اول، طور انفصالي اول، طور نهائي اول. طيب هبتدي الاول بالخليه فيها عدد من الكروموسومات اتنين نون يتضاعف في الطور البيني، تبتدي تمر الخليه بمرحله الطور التمهيدي، يحصل ايه؟ الشبكه الكروماتينيه تتحول لكروموسومات. النوايا والغشاء النووي يختفوا في نهاية المرحلة، الجسم المركزي يكون خيوط المغزل، في نهاية المرحلة هترتبط خيوط المغزل بالكروموسومات عند نقطة السنترومير، تبتدي تخش في الطور الثاني، الطور الاستوائي الأول، تصطف هنا بقى خد بالك الكروموسومات أزواج عند خط الاستواء. طب في الطور الانفصالي لما تتقلص خيوط المغزل تسحب الكروموسوم كامل عند أحد أقطاب الخلية. في الطور النهائي الأول تتخثر الخليه ويتكون غشاء نووي ويتكون نويه، وبعد كده تنقسم الخليه لخليتين. هنا نصفت عدد الكروموسومات، كنت ببقى الخليه فيها اربع كروموسومات، هنتهي بخليه في كل منها اثنين كروموسوم يعني نون من الكروموسومات. يبقى الهدف من الانقسام الميوزي الاول تنصيف عدد الكروموسومات، اختزال عدد الكروموسومات للنصف. كل خليه من الخلايا دي هتبتدي تمر بمراحل الانقسام الميوزي الثاني. بس هنا بقى في مرحله الطور التمهيدي حصلت ظاهره هي ظاهره الحياه، هي السبب في تنوع جميع الكائنات الحيه، تسمى ظاهره العبور. حصل ايه بقى في ظاهره العبور؟ تعالى بقى نرسم الطور التمهيدي منفصل شويه كده. لما اقول ادي الطور التمهيدي، جسم المركزي خرج خيوط المغزل، الكروموسومات موجودة اهي،
يبتدي في الطور ده كل كروموسومين متماثلين يقربوا من مجموعه من بعضهم البعض. فقولوا لي مجموعه تسمى المجموعه الرباعيه، يعني يا ميس في الطور التمهيدي ركز معايا حصل ايه؟ كل كروموسومين متماثلين اقتربوا من بعضهم البعض، كونوا لي مجموعه رباعيه. ليه سميناها يا ميس مجموعه رباعيه؟ لانها تتكون من اربعه كروماتيدات، ثم هيحصل ايه؟ هيبتدي يقترب الكروماتيدان الداخليان بالمنظر ده. نغير لون الكروموسوم الاخر عشان يتضح ليك ايه اللي هيحصل بالظبط. دي المجموعه الرباعيه، يبقى هنا تتكون المجموعه الرباعي. طب يا ميس الكلام ده في الطور التمهيدي يحصل ايه بعد كده؟ يقترب الكروماتيدان الداخليان، يقترب كروماتيدان الداخليان. بعد ما اقتربوا هتبتدي في منطقه هنا في النص كده، المنطقه دي نتيجه الاقتراب بالظبط هيحصل زي ما انا ما بقول هقول لك كده. كروماتيدان الداخليان هيعملوا كده على بعض، هيبتدي كل واحد فيهم يشد الكيل، الاجزاء نتيجه التقاطع دي تتقطع فيتحول الكروماتيد ده لجزء مقطوع والكروماتيد ده لجزء مقطوع، يحصل ايه؟ تبادل للاجزاء الداخليه، الكروماتيد الاحمر ياخد جزء من الكروماتيد الاسمر والكروماتيد الاسمر ياخد جزء من الكروماتيد الاحمر، فيحصل ظاهره العبور. يبقى مين يسبق مين؟ المجموعه الرباعيه سبقت ظاهره العبور. حصل ايه بقى؟ نقول تاني، المجموعه الرباعيه هتتكون من اربع كروماتيدات، ليه يا ميس اربع كروماتيدات؟ اهي اتنين كروموسوم، يقترب كل كروموسومين متماثلين من بعضهم البعض، ثم نتيجه الاقتراب يحصل تبادل في بعض اجزاء الجينات، فتحدث ظاهره العبور التي تسبب تنوع الصفات الوراثيه. يبقى المجموعه الرباعيه بعد ما اتكونت حصلت ظاهره العبور. دايما يجي يسالني ايه هي ظاهرة العبور؟ ظاهرة تحدث في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي الأول، يتم فيها تبادل بعض الجينات في الكروماتيدان الداخليان في الكروموسومات المتماثلة في المجموعة الرباعية، مما يسبب تنوع الصفات الوراثية. هنا رسمة واضحة، أدي المجموعة الرباعية، هيبتدي الكروماتيدان الداخليان يقتربوا، بدلوا جزء من بعض، فيحصل تبادل جينات، وبالتالي تتنوع الصفات الوراثية وتحدث ظاهرة العبور. طيب عايزين بقى نعرف أهمية ظاهرة العبور، تنوع الصفات الوراثية. طب علل ليه؟ لأن يتم فيها تبادل بعض الجينات الداخلية في الكروماتيدان الداخليان، مما يسبب التنوع ويؤدي العشوائية إلى مزيد من التنوع في تقسيم الأمشية. الانقسام بقى الميوزي الثاني برضه يميس ليه أربع مراحل، تمهيدي تاني، استوائي تاني، انفصالي تاني، نهائي تاني. بس هنا بقى انا ببتدي بخليه عدد كروموسومات هنون، هنتي من دي هتديني، دي هتديني خليتين بكل منهم نون من الكروموسومات. يبقى هنا الهدف من الانقسام الميوزي التاني زياده عدد الخلايا. لذلك كتير من المراجع بتعتبر ان الانقسام الميوزي الثاني هو انقسام ميتوزي في حد ذاته. ليه؟ كل اللي عمله جاب خلايا نون كون لي خليتين، يبقى الخلايا الجديده زي الخليه اللي بدات منهم، يبقى يعتبر انقسام ميتوزي، يبقى الهدف منه مضاعفه عدد الخلايا او زياده عدد الخلايا. نفس الادوار السابقه، هبتدي بخلية، خدت بالك؟ بص لي كده هنا، الخلية دي فيها ايه؟ الكروموسومات اللي جوه فيها عبور، فيها تنوع في الصفات الوراثية، هتبتدي الخلية تمر بمرحلة الطور الاستوائي، بعد كده الطور الانفصالي، هنا بقى هتنشق الكروموسومات، يعني هينفصل الكروموسوم لكروماتيدين، بعد كده تتكون خليتين بكل منهم نون، في النهاية حصلت على أربع خلايا بكل منها نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية. يعني أقدر أقول ملخص نهائي، بدأت بخلية عدد كروموسوماتها 2 نون، حصل طور استوائي أول هتصطف فيه أزواج الكروموسومات، أمال يا ميس الاستوائي الثاني تصطف فيه الكروموسومات
فرادة عند خط الاستواء. طب الانفصال الاول تنفصل ازواج الكروموسومات، طب الانفصال الثاني ينقسم الكروموسوم الى كروماتيدان. طيب في النهاية حصلت على اربع خلايا بكل منهم نصف عدد كروموسومات الخلايا الام. الاربع خلايا لو موجودين في الخصية هيتحولوا ويتشكلوا الى حيوانات منوية، لو موجودين في المبيض هيتحولوا ويتشكلوا الى بويضات، لو موجودين في المدقة هيتحولوا ويتشكلوا الى حبوب لقاح. تعالى بقى نقارن في النهاية ما بين الانقسام الميوزي الأول والانقسام الميوزي الثاني. الانقسام الميوزي الأول يسبق الدور التمهيدي دور بين، هنا لا يسبق دور بين. طيب هنا لا تنقسم السنترومير في الانفصال، أمال إيه؟ تنقسم أزواج الكروموسومات، لكن هنا ينقسم السنترومير وينشق الكروموسوم إلى كروماتيدان، وده الفرق الأساسي ما بينهم. طيب تعالى نشوف بقى مقارنة ما بين نوعي الانقسام الخلوي الميتوزي والميوزي. أول حاجة الخلايا اللي هيحدث فيها الانقسام الميتوزي خلايا جسدية ما عدا طبعا العصبية وكرات الدم الحمراء، هنا خلايا تناسلية. طب عدد الخلايا الناتجة هنا خليتين بكل منهم 2 نون، لكن هنا أربع خلايا بكل منها نون. أهمية نمو الكائن الحي، تعويض التلف من الأنسجة، إتمام التكاثر اللاجنسي. طب هنا تكوين الأمشاج وطبعا التنوع في الصفات الوراثية. مراحل الانقسام الميتوزي مرحلة واحدة تتضمن أربع أطوار، تمهيدي استواء انفصالي نهائي، هنا مرحلتين كل مرحلة فيهم تتضمن أربع أطوار. الانقسام الميوزي الأول طبعا والانقسام الميوزي الثاني، ويسبق كل من الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي الأول حدوث مرحلة الطور البيني، ويتم فيها مضاعفة المادة الوراثية والقيام بالعمليات الحيوية اللازمة لحدوث الانقسام. وبكده أبنائي وبناتي نكون انتهينا من الدرس الأول في الوحدة الرابعة، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح الباهر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.